بعد انطلاقته الناجحة، معرض الخليج للدفاع والطيران الخامس محطة جماهيرية شيقة في أرض المعارض، قدمت فيها اللجنة المنظمة العليا مخزونا عسكريا ضخما بمشاركة جهات عسكرية وحكومية عديدة. المعرض قدم عرضا مميزا لهيئة الحرس الأميري لجانب المشاركة المثالية ل 212 شركة عالمية في مجال الأسلحة وآليتها ومعداتها الخفيفة والثقيلة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. بهذا العرض التمثيلي والمباشر مع الجمهور، قدم الحرس الأميري جزءا من مهامه العسكرية في فعالية شهدت حضورا جماهيريا لافتا. العرض كان ضمن معرض الخليج للدفاع والطيران بنسخته الخامسة، والذي يحظى بإقبال مميز لمختلف أركانه وسط مشاركة فعالة لمختلف القطاعات العسكرية. الحقيقة القوى البحرية شاركت في جهد جبار في هذا المعرض. من أهم المشاركات في هذا المعرض عندنا كانت المعدات الحديثة مثل غرفة الضغط اللي هي الشامبر، تستخدم هذه المعدة في معالجة أحداث الغوص. كذلك أيضا من عندنا المعدات والأسلحة المشاركة في حفظ المياه أو في حماية المياه الإقليمية لدولة الكويت، زورق الربس وهو من الزوارق الهجومية السريعة. أبرز ما أظهر هذا المعرض كمية الشركات المشاركة والقوات المشاركة، خاصة القوات البرية والبحرية والجوية، المساحة الكبيرة اللي أعطونا إياها اللي أسمحت في عرض أكثر نسبة آليات ونسبة مدرعات وطياراتنا اللي موجودة بالداخل والخارج اللي تشوفها الجمهور. المعرض يعد من أهم المعارض بالمنطقة، حيث تتسابق الشركات المصنعة للأسلحة لعرض آلياتها ومعداتها العسكرية لتعريف الجمهور بأحدث ما توصلت إليه التقنية التكنولوجية الحربية. مشاركة سلاح الإشارة عبارة عن عرض جميع الخدمات اللي احنا نقدمها حق الجيش، وسائل الاتصالات والحاسب الآلي والبرامج اللي احنا نقدمها حق الجيش الكويتي، سواء في موقع التواصل الاجتماعي أو المواقع اللي هو الانترنت والخدمات الابليكيشنز اللي نقدمها داخل الجيش. يعني طبعا مشاركين مع اخواننا وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني وإدارة العامة للإطفاء. طبعا هي منها مشاركات لوجستيك ومنها معدات عسكرية وفيها خدمات طبية ومن الكلام هذا. المعرض يعتبر الأكبر منذ بداية تنظيمه عام 2011، حيث ضم ثلاث قاعات وحتى ساحة الخارجية بأرض المعارض، نظرا لزيادة أعداد الدول والشركات المصنعة، بالإضافة إلى آليات ثقيلة برية وبحرية وجوية. الحمد لله تمت مشاركة سلاح الدفاع الجوي من ضباط وضباط صف وأفراد لعرض أحدث المنظومات الدفاعية الجوية، وذلك لعرضها لإخواني وزملائي العسكريين والمواطنين والمقيمين. يمتلك سلاح الدفاع الجوي منظومة صواريخ اللي هي سكاي جارد قصيرة المدى، ويمتلك صواريخ الباتريوت اللي هي باك 3 باك 2 متوسطة المدى. وفي الوضع الحالي عندنا أفضل التكنولوجيا الحديثة والعالمية بالنسبة حق الصواريخ الدفاع السلاح الجوي. إذن نجاحات تسجل في واحد من أهم المعارض العسكرية، قدم من خلاله وبشكل منظم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التجهيزات والمعدات العسكرية. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.